ما يقرب من نصف ضحايا حروب العالم في غزة، والقطاع الصحي انهار تماماً، والنيران الصديقة تضرب صفوف جيش الاحتلال من جديد. القطاع الصحي انهار تماماً في غزة، أعلنها متحدث منظمة الصحة العالمية صريحة، مؤكداً أن 21 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل تماماً، بينما 15 مستشفى تواصل العمل بشكل جزئي مع استمرار القصف والحصار بين الحين والآخر. ما يقرب من نصف ضحايا حروب العالم يتواجدون في قطاع غزة، وهو ما أقرته دراسة سنوية بشأن أعداد الضحايا المدنيين للغارات الجوية والقنابل المدفعية من الحروب خلال العام الماضي. الدراسة أكدت أن أعداد ضحايا الحروب خلال عام 2023 زادت بنسبة 62% عما كانت عليه في العام السابق، وهو أكبر رقم تم الوصول إليه منذ عام 2010، بينما شكلت نسبة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 37% من إجمالي الضحايا المدنيين في العام الماضي. مصير قطاع التعليم لا يختلف كثيراً عن مصير القطاع الصحي في قطاع غزة، فقد كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن قصف الاحتلال ل 281 مدرسة حكومية و 65 أخرى تابعة لوكالة الأونروا. ومع هذا القصف المتتالي، أكدت وزارة التعليم الفلسطينية أن 4296 طالباً استشهدوا حتى الآن، بينما أصيب ما يقرب من 8059 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية. النيران الصادقة تعود لضرب صفوف الاحتلال من جديد، إذ أوردت وسائل إعلام عبرية نتائج تحقيق أولي داخل الجيش الإسرائيلي تؤكد أن تفجير شاحنة الذخائر في البريج جاء نتيجة إطلاق نار من دبابة تابعة لجيش الاحتلال، ما أسفر عن مقتل 6 جنود إسرائيليين.